بتذكر يعني في مباراة الذهاب كانت كنا خسرنا نقطتين يعني ضد سوالم، يعني لم ننسى خسارة هذه النقطتين لأنها لأنه فريق طالما يعني سبب عدة مشاكل بالنسبة لنادي الجيش الملكي، سيما وأنه يعني يلعب على تفادي النزول. ف كنا محتاطين، كنا جاهزين، لكن في نفس الوقت كانت عندنا ثقة كبيرة باش نخرجوا بثلاثة نقاط. كان هناك تحضير ذهني، مجموعة الأولاد يعني كعائلة واحدة دائما يعني تحضيرا لكل هذه المباريات، والحمد لله في آخر المطاف يعني كسبنا ثلاثة نقاط. مشكورين أبنائي على المجهود.